بلغة الإشارة عبر البطلين حسن يوسف ومحمد العربي عامل النظافة ببلدية مرسى الحجاج الذي رفع التحدي وصنع النجاح عن فرحتهما وسعادتهما بالتتويج بذهبية وفضية أولمبياد البرازيل للصم في أول مشاركة في تاريخ الجزائر، شاكرين السلطات المحلية ونادي الفتية على التكريم. لكن نشكر كاع اللي وقفوا معايا في هذه البطولة، وهذه البطولة ما جات غير هكا، جات بمجهود كبير، وكاع اللي ساهموا معايا في هذه البطولة نشكرهم، قالك منهم رئيس البلدية والأمين العام والنادي والمدربين كاع اللي كانوا حاضرين معاه، حتى الطاقم اللي راح معاه للغه. من جهتهم السلطات المحلية عبروا عن فخرهم بهذا التتويج ورفع العلم الوطني لذوي الهمم عاليا في سماء البرازيل. نشكر الرياضيين اللي حصلوا على هذه النتائج المشرفة لبلدية الحجاج ولولاية طرابلس والجزائر عامة. نشكر كذلك نادي الفتية، نشكر السيد عماروش نادي الفتية، نشكر رئيس البلدية على هذه الاحتفالية وعلى هذا التكريم. إن شاء الله المزيد من التألق، خاصة أن المشاركة كانت مشاركة دولية وشرفت بلدية مرسى الحجاج ولاية طهران. جابوا النتيجة مثلوا كاع الجزائر، ما مثلوش مرسى الحجاج، كان بالتتويج ميدالية فضية بالبرازيل مع ميدالية ذهبية ثانية بالبرازيل. نحيوا هادو دول الهمم، نحييهم وإن شاء الله بربي نكونوا إن شاء الله معاهم نرافقوهم يزيدوا نتائج في القادم إن شاء الله. والد البطل محمد العربي أكد أن ابنه منذ سن التاسعة كان يحلم بهذا الإنجاز، وها هو الحلم قد تحقق. ولدي ملي كان في عمره 9 سنين هو إعاقة 100%، كان عنده طموح زعما يقول لي بلي انايا نشارك في هذه الرياضة، وملي كان في عمره 9 سنين الله يبارك حتى لحد الآن، وكان يحكي لي من كان صغير كان يحكي لي يقول لي انا نحب نروح بعيد، نروح للصين، نروح للجابون، نروح للبرازيل، نروح اي. كنت انا نقول مستحيل هذا الصوالح، مستحيل اي، حتى اللي لحقت لحد الان ان شاء الله. احنا ماذا بينا اللي ما راش خدام نشوفوا له عمل يناسبه. صدق من قال اذا كنت تريد فانك تستطيع، وما الاعاقه الا حافز في كل مره يثبت فيها اصحاب الهمم انهم الافضل بيننا والاكثر عزيمه.